ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمنا من مصادر مطلعة أن الفنان محمد الخياري أصيب يوم الجمعة بانهيار عصبي وأغمي عليه لحظة إلقائه النظرة الأخيرة على والدته التي وافتها المنية يوم أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء. وتوفيت والدة الخياري يوم أمس الخميس بعد صراع طويل مع مرض السرطان لم ينفع معه علاج. وحضر عزاء والدة الخياري مجموعة من الفنانين زملاء وأصدقاء الفنان الكوميدي الذي غيبت وفاة والدته البسمة على محياه. ما فد النهار مسكينة، ما فد النهار ليلة الجمعة، نهار عظيم عند الله. بصراحة هي أنا هي البركة، مشى الخياري أنا غير سي محمد مبارك سمي مشات معه. للأسف شديد في عيد الحب فقدت أعظم حب، فايد الحب فقد أعظم حب. الله يسكنها في سعر الجنات وكافة المسلمين. ومسكينة كانت ردي ما ردي عليا، ومن خلالها عرفت أنني عزيز وعزيز وعزيز حتى على الأديان. كنشكر كل المغاربة قاطبة، كنشكر الجمهور والساكنة وكل من وساني وكل من توقف معايا في الشمس وفي الحر. سمحوا لي بزاف إلا قصرت من حقكم شي مرة، ولا تقلقت على شي حد مواطن ولا صديق ولا جار ولا زميل. اسمحوا لي بزاف. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.